حضرتك كمان استاذ بشير كان عندك تعليقات كبيره على النقل شفت والدائري. التقرير اللي انتوا عرضتوه من شويه، يعني ده قرار كان صدر قبل كده وما تفعلش للاسف، وكانت الناس معتقده انه مش هتفعل كمان المره دي، لكن اعتقد ان كان في حسم من رئيس الوزراء انه لازم القرار يتفعل، وفي حسم من وزير النقل، وفي حسم من وزاره الداخليه. يعني انا برضو مش عايزين نظلم سواقين النقل، ومش عايزين نظلم اللي بيشتغلوا في المجال ده، لان نقيب السائقين النقل التقيل طلع وقال ما حدش استشارنا ولا حد قاعد معانا في الموضوع ده. لا، انت ما فيش حد هيقعد معاك، لان اتقعد معاك قبل كده، واحنا بنفعل قرار كان موجود قبل كده اساسا. طب القرار ما اتفعلش ليه قبل كده؟ لانك ما كانش في بديل ليك تمشي عليه غير الطريق الدائري، فما كانش في لسه بديل. دلوقتي في الطريق الاقليمي 11098 ضحايا الحوادث 2017. 11000 لازم نقف عند النقطه دي، وده اقل من 2016 ب 24%. انا مش بقول ان الحوادث النقل بسبب العربيات النقل، لا، لكن هقول حاجه واحده بس. كل اللي مش على الطريق الدائري، حضرتك بتخلصي برنامج وتمشي على الطريق الدائري، اي حد بيخلص برنامجه بالليل بيمشي على الطريق الدائري. هاتيلي واحد عربيته ما اتضرتش من النقل التقيل، هاتيلي واحد ما اتمناش ان النقل التقيل يتوقف صحيح. عن المشي بالليل والصبح يا فندم، ده اتوبيسات المدارس الناس كانت مرعوبه بكل حاجه، احنا بنشوفهم بنترعب، الاتوبيسات اللي فيها اطفال. صحيح. طيب انت ما كانش عندك طريق بديل، دلوقتي بقى عندك الطريق الاقليمي. قال لك نقيب برضو سائقي النقل التقيل قال ان احنا في جراشات وفي مصانع على الطريق الدائري ناحيه مسترد والاماكن دي. طب ده هنعمل فيها ايه؟ طب ما انت عندك 6 ساعات تعمل فيهم اللي انت عايزه. الشيء الثاني، النقل التقيل لا استغناء عنه، لان احنا بنعتمد في المواد الغذائيه بتاعتنا على النقل التقيل بنسبه 99%. فما نقدرش، ودي قوه ضربه وليهم كل احترام والتقدير، لكن نحترم القانون، وعندك طرق بديله امشي عليها وبالراحه كده وافهم، لان ده احسن لك، ده هيوفر 35% من اشغال الطريق الدائري زي ما قال وزير النقل. صحيح. 35% زحمه، اقل حوادث، اقل يعني كمان طمانينه للمواطنين وللسواقين النقل كمان. طول ما انت ماشي الطريق الدائري محتاج صيانه، طول ما انت ماشي عليه النقل التقيل الطريق الدائري محتاج صيانه، وكتر الصيانه فيه يعني امشي دلوقتي هتلاقي فيه حفر وهتتصلح النهارده وتاني يوم. فاحنا بنقول احنا 99% بس في المقابل ايه؟ اتمنى على الحكومه ان هي تهتم بالنقل من خلال السكه الحديد وتهتم بالنقل النهري. احنا بنشوف افلام قديمه، وانتوا كنتوا عارضين حاجه من شويه، افلام قديمه كان فيها بقى مراكب ماشيه في النيل ونقل نهري ماشي في النيل، والنقل النهري ده في مواني يعني في مواني موجوده، وكان زمان قطر البضاعه والحاجات دي كلها. عايزين نعمل حاجات، احنا اعتمدنا على النقل النهري والسكه الحديد 1%، واعتمدنا على النقل التقيل في المواد الغذائيه 99%. الشيء الثاني اللي مهم جدا ولازم يشار اليه، ضبط الاسواق بعد هذا القرار. ليه؟ لان ممكن يقول لك ده العربيه اتاخرت شايله البضاعه فاحنا مضطرين نغلي السعر. ابتدينا بقى. ممكن هتلاقي في تلاعب في الاسعار، فده محتاج برضو ضبط اسعار. انت ليك طريق، الطريق الاقليمي موجود، ده ليك انت مخصوص. بالظبط. فضيلي بقى الطريق الدائري عشان امشي عليه براحتي، عشان الكثافه عليه بتقل 35%. صحيح. وبرضه يعني حفاظا على ارواح المواطن، مفيش اغلى من روح المواطن، مفيش اغلى مننا، علشان اغلى من ولادك، عشان تخاف عليهم، وسواء اللي رايح الجامعه، احنا داخلين خلاص على مدارس وجامعات، وما يعني بتبقى الاهالي عيني قاعده في البيت، يعني اكيد حضرتك عارف، وقلقانه من الولاد في الاتوبيس او صحيح. او في المواصلات رايحين جامعه ولا رايحين مدرسه، والله اعلم ايه اللي ممكن يحصل لهم. فانتوا واحنا كل يوم بشوف الناس بتعمل شير على الفيسبوك لحوادث الطرق، كاننا يعني ما عندناش حاجه الصبح نفتح عليها الفيسبوك غير حوادث الطرق، فالحمد لله ان هي ابتدت تتصلح. وده يعني الحقيقه تم بالفعل، واعتقد ان لسه هيكون في يعني مشروعات عديده لوزاره النقل، ودي اهم نقطه نبتدي منها الاستثمار بطريقه كويسه. صحيح. لان المستثمرين من اول حاجه بيسال عليها الطرق، اصل الدنيا زحمه. دي أول حاجة بسمعها حتى من السياح الأجانب العاديين. من حيث الجودة، قال في الافتتاحات الأخيرة وزير النقل إن احنا ترتيبنا بقى 75% بعد ما كنا 100 وكذا، فده حاجة كويسة جدا. الطرق اللي تم افتتاحها في اليومين اللي فاتوا دول، ده جزء من خطة شاملة
لطرق اكتر وكباري اكتر تخلص في 2020 يعني بعد سنتين. اعتقد ما فيش مواطن مصري الا لما حس ان في تحسن في موضوع الطرق. في الطرق طبعا. ما فيش مواطن مصري الا لما اشاد بموضوع الطرق. طريق وادي النطرون العالمين. طريق السخنة. حتى الطرق الطريق الزراعي بقى فيه ربطة في احنا حسينا بيها. وحتى المواطن اللي جاي من الريف بدأ يحس بيها. انتقال سريع وآمن. أهم يمكن حاجة. أهم طفرة حصلت في الأربع سنين اللي فاتوا هي موضوع الطرق. وده اتكلف أعتقد أكتر من 34 مليار متوزعة على جملة الطرق اللي تم إنجازها، سواء صيانة في الطرق القديمة أو طرق جديدة. طيب، هو على ذكر بقى احنا بنتكلم على الافتتاح.